السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة بيان البحيصي للصف الثالث. اليوم رح ناخد عن درس المجسمات اثنين. المجسمات اثنين بحكي عنا الدرس فقط عن المكعب ومتوازي المستطيلات. في أول سؤال، وسمي كل من المجسمات الآتية. هذا المجسم يسمى مكعب، وهذا المجسم يسمى متوازي مستطيلات. حكينا المجسم له أبعاد وله رؤوس كما أخذنا في الدرس السابق، وله أحرف وله أوجه. إذن جميع المجسمات لها صفات معينة تختلف عن الأخرى، وهي في أعداد الرؤوس وفي أعداد الأحرف وفي أعداد الأوجه وشكل الأوجه. أما اليوم معنا في مكعب ومتوازي المستطيلات، فهم يحملان صفات مشتركة كثيرة، ولكن يوجد اختلاف واحد، لنرى ما هو. انظر المجسمات أدناه ومقابلها شكل وجه المظلل لكل مجسم. المكعب هذا هو شكل الوجه وهو مربع، إذن شكل وجه المكعب مربع. أما متوازي المستطيلات شكل الوجه فيه مستطيل، إذن الاختلاف ما بين المكعب ومتوازي المستطيلات هو في شكل الوجه. الآن لنرى أقسام أو أجزاء المجسم التالي وهو المكعب. من خلال الشكل الآتي ألاحظ أن المكعب هو مجسم له 6 أوجه. إذن عند عد أوجه المكعب نجدها 6 1 2 3 4 5 6 من الأسفل، إذن له 6 أوجه على شكل مربع. إذن شكل الوجه مربع، هذا الذي يؤشر له السهم هو شكل الوجه وهو مربع. أما وله 8 رؤوس كما نرى، 8 رؤوس منقطة باللون الأحمر، 1 2 3 4 5 6 7، وفي الجهة الأخرى نرى الرأس الثامن، وله 12 حرفا. الآن هذا الخط الأسود يسمى حرف، وهو نقطة التقاء الوجهان. الحرف هو الخط الذي يلتقي به الوجهان، ويوجد للمكعب 12 حرف. الآن أوجه الشبه ما بين المكعب والمستطيل سوف نكتشفها في هذا الجدول. أسمي الشكل مكعب، عدد الرؤوس 8، عدد الأحرف 12، عدد الأوجه 6، شكل الوجه مربع. هذا المجسم متوازي مستطيلات، عدد الرؤوس 8، عدد الأحرف 12، عدد الأوجه 6، وشكل الوجه مستطيل. كما نلاحظ أن متوازي المستطيلات والمكعب تساوى في عدد الرؤوس وعدد الأحرف وعدد الأوجه، ولكن الاختلاف الوحيد ما بين متوازي المستطيلات والمكعب هو شكل الوجه. ألاحظ أن عدد الأوجه والأحرف والرؤوس في المكعب يساوي عدد الأوجه والأحرف والرؤوس في متوازي المستطيلات. وحدد اسم كل مجسمين الآتيين: مجسم أوجهه جميعها مربعات هو المكعب، مجسم أوجهه جميعها متوازي مستطيلات هو متوازي المستطيلات. ما العلاقة بين متوازي المستطيلات والمكعب والموازاة؟ الاثنين هم مجسمات تحمل نفس الصفات ولكن مع اختلاف شكل الوجه.